السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. يا شيخ. الحمد لله. أنا كنت مسافر عمرة من الدوحة. طيب. فطيران نزلني في جدة وأنا ما كنت عارف إن إحنا هنمر على الميقات. فحطيت لبس الإحرام في بطن الطائرة. طيب. فأحرمت من المطار في جدة. عفوا سمعت القبطان أو المضيف يقول نحن الآن فوق نعم. الميقات سمعته بس كنت ما كنت أدري إن إحنا نمر على بس الميقات. اصبر عليا لما سمعته أهللت بملابسك أم لم تهل؟ لا لم أهل. لم تهل، فأنت بين أمرين، إما أن ترجع لأقرب ميقات تهل منه أو تذبح ذبيحة وتهل من مكانك. طب هل يجوز أنه هللت من مطار جد؟ أي عليك دم. أنا قلت لك إما أن تهل من مكانك، لأنك سمعت الرجل يقول نحن نمر على الميقات. نعم. وإما أن ترجع لأقرب ميقات الرابغ أو السيل وتهل منه ويسقط عنك الدم. ما هو أنا اللي حصل إن أنا أهللت من المطار جد. خلاص اذبح ذبيحة بقى، ما أنت تشتغل في قطر يعني كلها 200 300 ريال، مش مشكلة. خلاص ماشي. الله يسلمك.